تكنس نيفيس رودريغيس الرماد من فناء بيتها الخلفي يومياً على بعد 3 كيلومترات من بيتها في إلباسو على جزيرة لابالما. يوجد جبل البركان الثائر. هذا الضجيج مروع، إنه لا يتركك تنام ليلاً، والأرض تهتز باستمرار. منذ أسابيع وجزيرة الكناري لا تنعم بالراحة. منذ ثوران بركان كومبري فييخا في 19 سبتمبر، دمرت الحمم البركانية أكثر من 2000 مبنى، وتم إجلاء 7000 شخص. نيفيس اضطرت إلى ترك منزلها عدة مرات أيضاً بسبب الغازات السامة التي اجتاحت القرية، لكنها لا تريد الشكوى، فهي بخير مقارنة بمن فقدوا منازلهم. إذا وصلت الحمم البركانية إلى هنا فسأضطر إلى المغادرة أيضاً. هذا أمر يصعب تخيله. لقد عملنا هنا طوال حياتنا، ومن المؤلم أن نتخلى عن كل شيء. دفنت الحمم قرى بأكملها تحتها، وباتت طرق كثيرة غير سالكة. أغلقت السلطات المنطقة لحماية الناس. السكان الذين تم إجلاؤهم يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم لفترة قصيرة فقط لجلب أغراضهم الشخصية ومع مرافقة. يدعم الصليب الأحمر المتضررين. هذان الزوجان فقدا منزلهما بعد 40 عاماً. حالنا سيء للغاية، نعيش فقط مما حملناه في حقائبنا. لقد فقدنا بيتنا وأرضنا، وهذا يصعب علينا تقبله. لقد عشنا سنوات طويلة هناك. أنا بيريس، أخصائية نفسية، تنصح بضرورة رعاية المتضررين، وإلا فقد تصيبهم صدمات نفسية على المدى الطويل. بالأمس قالت لي امرأة إنه لا يحق لها أن تتذمر لأنها وجدت مأوى لها في النهاية. قلت لها: لديك الحق في أن تغضبي، لأن البركان قد سلب منك شيئا مهما للغاية، وهو الشعور بالأمان. فجأة توجب التحرك بسرعة مرة أخرى. تم إجلاء المنطقة. هناك إنذار من انتشار غاز ثاني أكسيد الكبريت السام. مزاجية البركان تهدد الزراعة بالخطر أيضاً، وهي مصدر العمل الأساسي في الجزيرة. يحاول خوسيه إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ينظف أشجار الموز من الرماد، فالجزيئات ذات الحواف الحادة تخدش الأوراق والفواكه، ولا أحد سيرغب في شراء الموز وهو في هذه الحالة، كما أنه يخشى من عواقب بعيدة المدى. لا أعرف كيف سيكون حال هذه المزروعات في العام المقبل، إنها مليئة بالرماد. إذا سقطت الأمطار ثم سطعت الشمس فستحترق المزروعات أكثر. الحرارة اليومية هنا 300 مئوية. لا أعرف ما الذي سيحدث للمزروعات. يعرف خوسيه كالجميع هنا أيضاً أن لا بالما جزيرة بركانية. الانفجار الحالي يهدد مصدر الدخل الرئيسي لسكان الجزيرة. عندما ثار بركان سان خوان، هاجر العديد من أسلافه وبحثوا عن رزقهم في كوبا وفنزويلا. هذا لم يعد حلاً بديلاً. اليوم يأتي الكوبيون والفنزويليون إلينا. أين علينا أن نذهب؟ نحن نعيش هنا على جزيرة صغيرة بعيدة عن أوروبا. سئمت نيفيس من البركان بكل معنى الكلمة. كل شيء يخيفها، الرماد والرائحة وصوت البركان واهتزاز الأرض، وهي تتساءل ماذا سيكون مصير جزيرتها. أرى مستقبلاً أسود. كل الناس الذين فقدوا منازلهم ووظائفهم وكل شيء، كافحوا من أجل بيوتهم وأنفقوا الكثير عليها. الآن عليهم البدء من جديد. هذا صعب.
بركان كومبري فييخا والقريب من بيتها جعل الأرض تهتز مرة أخرى بقوة بلغت نحو 5 درجات على مقياس ريختر. إنها أسوأ هزة أرضية منذ بدء ثوران البركان، ومن غير المعروف بعد متى ستنتهي مأساة لا بالما.